السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نلتقي بكم بهذه الحلقة من جديد مع الشيخة نجوى التي أدهشت العالم بعلمها وموهبتها ومقدرتها على العلاج الروحاني، إزالة المشاكل وتحصين من السحر، جلب الحبيب وفتح النصيب، رد المطلقة بأسرع وقت، وهذا الذي تتميز به الشيخة. نلتقي بها بحلقة لنطلع منها بعد عودتها من بلاد المغرب العربي والخلوة المغربية والتواكيل، ونستعلم عن آخر أخبارها. ما أخبارك شيخة؟ والله أخباري الحمد لله كتير منيحة، نشكر الله. كنت بجولة، كنت بالمغرب، كان في داعيني مشايخ، كان في خلوة كتير كبيرة. بتعرفي نحن من وقت لوقت انه لازم، بتعرفي في تواكيل، وبعدين نحن بنعمل رياضة روحانية وروحانيات جديدة، صحيح، بنكتسبها ومنجيبها معنا. وكنت بجولة بالعالم العربي، كان في عندي كان شغل، يعني انا وناس اضطرينا انه نسافر لعندهم، دعوني لعندهم على قطر وعلى البحرين، وقعدنا هالفترة هيدي شوي بعاد عن الجمهور، بس انه الحمد لله كانت المواضيع جدا ممتازة وناجحة الحمد لله. شكرا، كثير بنعرف ونسمع عن اخبارك. تسلمي حبيبتي. السؤال الذي يتردد دائما، ما هو سر نجاح الشيخة نجوى؟ اول شيء بدي اقول لك شيء، هيدا كلام رح تسمعوه وحتستغربوه على الهوى. أول شيء، العلم الروحاني مش بالشيء السهل، مش مين ما ادعى العلم الروحاني ادعى. أنا خلقت بالنسبة للكشف بشوف، هيدا يمكن كل الناس بتقولها، بس اليوم كل الناس بتقلك عليك سحر. طب تعوا فكولنا السحر، أو فكولنا هالرصد اللي علينا اللي خارب حياتنا ومخلي حياتنا جحيم. طب بدنا نخلص منه، ما بدك حدا يقدر يخلص منه. اذا حدا ما بيعرف ممكن يخرب البيت اكثر من هو. برافو عليك، ممكن يفوت عليك طاقة سلبية، يفوت عليك، يفتح باب الشياطين عليك اكثر بسوء عمله. لانه الطريقة، اول شيء انا بدي اشوف مع مين عم بشتغل. النهار اللي اول شيء اسمه واسم امه وتاريخ ميلاده، هيدي معروفة، بس مش هيدي المهم. أكيد. مش بس هيدي اللي مهمة، كل الناس بتعرفها. اليوم بدنا نعرف نحن أي ساعة عم نشتغل له، وشو الكوكب اللي عم نشتغل فيه، والطلسم اللي عم نشتغل فيه، والبخور والملك العلوي والملك الأرضي والطلسم. وفي ملك موكل بقطع رقاب جميع الجن والمرضى والشياطين بأسرع وقت. يعني أنا مثل ما عم بحكيكم مباشرة، أنا مثل ما عم بقلك، يعني أنا بسحبه من الجسد. مشاهدين اللي عم يسمعوني أنا على الملأ على الهواء، وفيكم تعرفوا من الكومنتات، بكل دول العالم أنا بشتغل، لأستراليا، لأمريكا، للخليج، للمغرب، لكل الدول. بحسوا بالشغل، أنا من هون عم بشتغل بحسوا مباشرة كيف انسحب، وبشوفوا بالرؤية كيف الشغل اللي أنا اشتغلت. وقتا نحن بنكون متمكنين من شغلنا ونعرفه مزبوط، أكيد بده يمشي الحال شيخة، مش مما كان قال نحن بنعرف، يعني صار بيعرف. ايه مزبوط مزبوط، ونحن ما عنا شك بصدقك. تسلمي حبيبتي، كلك زوق. شيخة، العلم الروحاني الصادق طبعا بيساعد بحل المشاكل الاجتماعية، بالحل بالمشاكل الطلاق أو الانفصال. اكيد. ما رايك، شو رايك انت بهذا الموضوع؟ اكيد اكيد العلم الروحاني قادر باذن رب العالمين. اول شيء ربنا حتى سبحانه وتعالى قال اذا اثنين بدهم يتطلقوا اجعلوا حكما من اهله وحكما من اهلها. مزبوط. يعني ما تخلوا الناس تتطلق بالسهوله، ربنا ما جعل الطلاق سهل. وبالنسبه للعلم الروحاني، اول شيء بدنا نشوف اذا في شيء هو مسبب للطلاق. ممكن هل الزوجة نفرت، ممكن صدقيني، بس يكون في سحر بتنفر منه هي بدون ما تحس على حالها. هو نافر منها، شايفها كالعبد السودا، بصير يقلها بدي اطلقك، بصير يتخلق. ممكن يكون في امرأة تانية، ممكن ما يكون في. اول شيء اذا في امرأة تانية بنبعدها. تاني شيء اذا في سحر منشيله،
وثالث شيء بنعملها رجوع وبنعملها محبة قوية، وهيدي مقدور عليها يعني عندي أنا بإذن الله بتمتع فيها بالنسبة لرد المطلقة بأسرع وقت. يعني حلينا المشكلة. اليوم أنت إذا كنت مريضة وعدت بالبيت ما حصل إنه بالطيبة، رب مشكلتي اليوم شي. صار في سكانر وصار في MRI وصار في وسائل تقدري تعرفي الشريان بالراس بالعين بالدقة وين المشكلة وتحليها. كانت العالم تموت لأتفه الأسباب. ربنا علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله أنا عندي هيدا العلم. شيخة مزبوط الرزق والمال وتيسير الأمور وفتح الرزق وفك الرصد وفك الرصد على التجارة وخاصة العقارات إلى حل بالروحانيات؟ هي أكيد إلى حل. في حل عندك كمان؟ عندي أكيد إلى حل. أنا عندي بتمتع فيها هيدي بأقوى، يعني بخلي بإذن الله اللي رزقه تحت يصير فوق، خلي الدنيا تشتيله ذهب بإذن الله مش حكي. لأنه هيدا اليوم في العقارات والأرزاق بيبقى فيها كساد، بيبقى فيها رصد. ممكن مثلا محل ساكنه رصد، عامر مكان بيقولوله بيسكن الأرض، ممكن جن متنافر، ممكن شيطان ساكن بهالبيت بيقطع رزق البيت بالمحل، بيقطع رزق المحل. فنحن بإذن رب العالمين منبقى منشيل كل هيدا المشاكل، هيدا من قيمه هيدا العامر اللي موجود أو الجن، نسحبه من ظهره منحط محله جن روحاني، أو مش جن روحاني، ملوك روحانية علوية تجيب الأرزاق والخير. لأنه اللي تصوري جن وشيطان قاعد محلك، ما معروف الشيطان شو بيعمل صحيح بالإنسان صحيح. الأنبياء لعنة الله عليهم تحداهم، ما بالك بالإنسان، والإنسان ضعيف كتير يعني ما عنده أكبر من الأنبياء. تحدى ربنا، تحدى رب العالمين، برافو عليك، تحدى رب العزة. يعني كيف الإنسان شو هو قدي ضعيف قدامه. فبإذن الله عندي توكيلات مهمة جدا لجلب الحظ والرزق بإذن رب العالمين. شيخة السؤال الأخير، يعني طبعا الزواج والنصيب توافق بين الأزواج والاستخارة، كيف تعالجها الشيخة نجوى؟ عنا اتصال بس هلأ مش مضطرين انه ما نقدر ناخده. بالنسبة للزواج والنصيب يعني مهمين جدا. أول شيء بالنسبة ل في عنا كتير بالعالم العربي والمغربي كترة مشاكل العنوسة، ف يعني كمان هيدي منا شغلة سهلة. صحيح. يعني إلا حل عند الشيخانة. ايه طبعا، لانه اكتر الامرار بيكون في جن عاشق، بيكون في قرين، بيكون في رصد مس شيطاني، بيكون في تابعة. معنا الاتصال، هيئتهم مصرين. الو الو مرحبا. اهلا مرحبا. مدام اريد الكشف يا شيخة، حلقتك. ايه اهلا وسهلا فيك حبيبتي، اعطيني اسمك. ايه شايفة ماكي فداء. فداء حبيبتي. ايه حبيبتي فداء بنت شو؟ نجوى. فداء بنت نجوى على اسمي. فداء عم بتعاني انت في مشاكل، انت مطلقة شي؟ مطلقة، لأنه مبين معي هون في عندك أنه مطلقة. وطلاقك كان بسبب سحر، بكان زوجك عملت له وحدة سحر وطلقك كرمالة. فإذا بدي بتحب أنه بينفك هيدا السحر، أنت حابة ترجعي لزوجك يعني؟ ايه اكيد باذن الله. باذن الله تواصلي معي بعد الهواء وبحكي انا وياك وبقول لك شو الحل، وما بتكوني الا راضيه ومبسوطه. اهلا وسهلا فيك. اهلين. لكن
فبالنسبة كنا عم نقول إنه في بالنسبة للعنوسة يعني لتسهيل فتح النصيب الزواج وتوافق توافق بين الأزواج. يعني اليوم بيصير في الزوج اليوم بهالأيام بالعالم العربي عنا كتير إنه بتلاقي الزوج عم بيميل لزوجة تانية أو زوجة عم تلحق ورا زوج وهيدا. طب نحنا كمان بدنا نظبط الوضع، ما منخلي هالعيلة تتشرد خصوصي بس يكون في ولاد، ايه في ولاد وحرام وهيدا، خليهم انه مع بعضهم ومتوافقين. ما حدا بتمنى انه ينخرب بيت. ايه انا خصوصا انا حريصة جدا يعني على العيلة وعلى الأسرة وعلى المرأة وعلى البيت وعلى الولاد وعلى الهدوء وعلى الهناء وعلى راحة البال. وإن شاء الله أنا بسعى لها كتير لأنه أعطيها للعالم كله. يعني أنا الحمد لله عندي طاقة إيجابية بتساعد العالم كله بملياراته. واضح هذا الشيء شيخة، يعني منه مزح عن جد. إيه بيعرفك بيعرف عندي طاقة ما بتخلص ولا بتنضب، كل يوم بتزيد ملايين المرات. الحمد لله اللي بده يجرب هو بيكون إن شاء الله الحظ من حليفه. شيخة أنا بدي أشكرك على الأسئلة اللي جاوبتين عليها. حبيبتي بتمنى أعزائي، أنا بشكرك كمان لألك. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا عن جد. حبيبتي أعزائي المشاهدين، بتمنى تكونوا استفدتوا بكل سؤال طرحناه على الشيخة نجوى وتكونوا شوي أخذتوا بعض المعلومات. وأكيد ما تنسوا تتواصلوا على الأرقام الموجودة تحت الشاشة لأي استفسار من الشيخة. شيخة بدنا نشكرك مرة تانية على حضورك معنا. حبيبتي تسلمي تسلمي. وصلنا لختام حلقتنا، وانطرونا بحلقة تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.